السلام عليكم أو بالتونسية عسلامة من قلب العاصمة التونسية من شارع الحبيب بورقيبة. كنرحب بكم في التغطية الخاصة والحصرية لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية. غادي نتلاقوا مع أبرز ضيوف هذه الدورة، تعرفوا عليهم في العناوين. البداية ستكون مع الملحن التونسي أمين بوحافة، صاحب موسيقى تصويرية لمسلسلات معروفة مثل حارة اليهود وغراند أوتيل والسيدة الأولى، وحصل على السيزار بفضل موسيقى فيلم تيمبوكتو لعبد الرحمن سيساكو. التقينا به بمناسبة حفله في مدينة الثقافة بالعاصمة، وهو الأول له في بلده تونس. الوجهة بعد ذلك شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، حيث سنحتسي قهوتنا الصباحية مع المغني الجزائري أمازيغ كاتب مؤسس مجموعة كناوة ديفوزيون. سنتحدث عن مشاركته في مهرجان جي ام سي ورؤيته للأوضاع الاجتماعية في منطقتنا وعلاقته بالجمهور المغربي ومواضيع أخرى. نأخذكم بعد ذلك لسيدي بوسعيد، وجهة سياحية سنكتشف بعضا من أزقتها مع الفنان المغربي وليد بن سليم مؤسس مجموعة نردستان. وليد بن سليم شارك في لقاءات جي ام سي، وهي ندوات تجمع فنانين ومهنيين حول مواضيع تخص الصناعة الموسيقية. فرصة لنتحدث معه عن ألبومه الأخير نردستان. نبقى في سيدي بوسعيد لنحضر ليلا لواحد من أمسيات المالوف، وهو لون موسيقي له أصل أندلسي. سنستمتع بإيقاعة فرع سوسة لجمعية الرشيدية، جمعية أسست في الثلاثينات من طرف مجموعة من رواد المالوف للحفاظ على التراث التونسي. نشد الرحال بعد ذلك لشارع بورقيبة لنحضر لعرض أسماء حمزاوي وبنات تيمبوكتو، حيث غمرت إيقاعة التكناويت المغربي أرجاء وسط مدينة تونس، واستمتع الجمهور بإيقاعة ليست بالغريبة عنه، حيث تشبه لموسيقى استنبلي أجواء هذا العرض في برنامجنا اليوم. مهرجان أيام قرطاج الموسيقية هو قبل كل شيء مسابقة فنية. المغرب كان حاضرا فيها بمشاركة الفنانة الشابة سكينة فحصي ابنة مدينة الجديدة التي التقت بالجمهور التونسي لأول مرة. كنا ضمن الجمهور والتقينا بها. ننهي العدد رفقة فرقة لها شهرة كبيرة في تونس، جولترا ساوند سيستم، تمزج بين الريغي والموسيقى التونسية وألوان أخرى، وتتطرق في أغانيها لمشاكل المجتمع ولهمومه. حضرنا لعرض الفرقة والتقينا بواحد من مؤسسيها حليم يوسفي. نبدأ حلقتنا من مدينة الثقافة في شارع محمد الخامس في قلب تونس، واللي كتحتضن أهم عروض هذا الدورة، بينهم حفل الافتتاح مع الملحن والموزع التونسي أمين بوحافة، صاحب موسيقى تصويرية المسلسلات معروفة بحال غراند أوتيل وحارة اليهود وأفلام بحال تيمبوكتو. نقترح لكم نمشي ونتلقوا به ونحضروا العرض ديالو. أجوا معايا. أمين، لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بنا. مرحبا بكم. عندك مرحبا تونس. مرحبا بكم. هنا في لا سيتي دو لا كولتور، أنت كتوجد يعني العرض ديال اليوم، العرض افتتاحي لأيام قرطاج الموسيقية. شنو حضرتي للجمهور التونسي؟ وكنظن هذه غتكون عصارة ديال أعمالك في السينما. صحيح، هو هذا أول عرض يعني في تونس. كنت قدمت عروض في جميع أنحاء العالم، أنا هذا أول عرض في تونس. بشكون مزيج خليط ثري من كل الأعمال اللي عملتها، سواء تيمبوكتو، سواء جبل الحلال، سواء غراند أوتيل، سواء الشمس، كل طريقي، كل الأعمال، بشكون فما مزيج ميكس به، يعني ميكس ثري من الأعمال إن شاء الله. تعاملتي مع لوركستر سيمفونيك تونيزيان. Tout à fait. C'est un orchestre qui متكون من برشا شباب، يعني 95% من العازفين شباب، وهذا يفرحني برشا انه الاوركسترا السيمفوني التونسي هو اللي قدم يعني العرض هذايا، على خاطر يعني
فما برشا برشا انرجي فما برشا حب فما برشا ايموشن في التعامل مع الموسيقى نتاع الحفله هذيا ف شرف كبير ان نكون مع الاوركسترا السيمفوني التونسي نكملوا الحوار على برا باش تخليوا شويه الموسيقى يوجدوه وتبارك نكملوا الحوار ديالنا هنا احنا في لا سيتي دو لا كولتور ديال تونس يعني مكان رائع امين انك اكتشفتك كوجه في لا سيريموني دي سيزار ملي خديتي جائزه احسن موسيقى تصويريه على الفيلم الرائع ديال عبد الرحمن سيساكو تيمبوكتو ملي شفتي كنظن الفيلم شفتي لو بوتابو ديالو باش الفتي الموسيقى صحيح الموسيقى يعني تاليف الموسيقى في في في, في تيمبوكتو كان مع اول مونتاج يعني اول تركيب الفيلم يعني شفت شويه يعني شويه مشاهد مازالوا مهمش مش مركبين يعني كفيلم والانسبيراسيون جات من المشاهد هذوك فوالا شو اول فكره جاتك باش شفتي هذه المشاهد اول فكره كان اول مشهد شفته هو كان مشهد اللي كان فما بحيره والكاميرا بعيده والالوان كانت يعني غروب مشهد غروب الشمس يعني الالوان كانت حمراء شويه يعني هو اول مشهد جاب لي الانسبيراسيون ف ال 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 الإيقاع متاعه كان بطيء وكان جميل جميل برشا يعني جميل جميل بزاف المشهد ف هو هو المشهد اللي كيما انسبيري بور لو فيلم يعني وعبد الرحمن سيساكو يعني من المخرجين اللي يخليوك يعطيوك الحرية الإبداع يعني يعطيوك شوية نقاط اما يخليوك انت تكون يعني حر في الـ في الـ في الانبوت يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المجال نتاعك في الكومبوزيشن نتاعك هما يعني بيان سور يعرف شنو يحب اي سي سكي فو اكزاكتومون مي تو ليس اوسي لا بوسيبيليتي دو ديكسبريمي دو بروبوزي سكو tu peux lui apporter dans son univers musical
كتقول بانك تفضل انك تشتغل على مشروع فيلم من السيناريو، علاش؟ على خاطر هو الموسيقى يعني هو عباره على علاقه مع مع علاقه فنيه مع المخرج، يعني انه اكثر ما تعرفوا اكثر ما تكون فما échange اكثر le plus vous pouvez discuter ensemble le plus vous pouvez échanger ensemble le mieux c'est. فتنجم تجرب حاجه حتى وكان يعني خاطئه، على الاقل عندك الوقت باش تنجم تجرب حاجه ثانيه تجرب حاجه ثالثه حتى اللي توصل للنتيجه اللي هي تكون احسن نتيجه للفيلم. فلما تكون من السيناريو تكون عندك اكثر مجال اكثر حريه اكثر وقت وكذلك اكثر مجال في الليشانج مع المخرج يعني. نكملوا الحوار شويه على برا باسكو الناس صاد فيك. امين، سنه 2019 كانت عندك تري شارجي بمجموعه من الافلام بينها فيلم من السودان تالق في فيستيفال فينيس خدا كنظن اسد المستقبل لليون دو فيتور لليون دو فيتور تتفق والجائزه الكبرى في الغونا. كيفاش اشتغلتي على هذا الفيلم هذا؟ كان اول لقاء مع المخرج امجد ابو العلاء، كنا في كان يعني قال لي انه عنده الفيلم، حكي لي شويه على الفيلم، وبعد غاب التواصل يعني كل هو مشى يصور، وبعد التصوير اتصل فيا قال لي راني ما زدت كي صورت الفيلم ونحب نبعث لك اول بوتابو باش تشوفه. انا لما شفت الفيلم يعني اول حاجه شفتها هو النضج السينمائي نتاع المخرج، يعني ناضج جدا. هو فيلم يعني اول فيلم للمخرج، اول فيلم طويل، مش اول فيلم، عمل افلام قصيره، اما كان عنده نضج ورؤيه سينمائيه يعني عميقه. فحبيته برشا الفيلم، حبيته كثير، وعلى طول يعني بدينا نفكروا في كيفاش، شنو هي الالوان اللي باش نستعملوها، شنو هي الموسيقى، شنو هي النظره يعني البوان فيو كو لا ميوزيك فابورتي او فيلم. قعدنا يعني 3-4 شهور في يعني نفكروا ديسكوسيون، ما زلنا ما عملناش الموسيقى. هو كمل المونتاج نتاعو، لما المونتاج كمل بعث لي اخر مونتاج، ووقتها وين بدينا يعني تلحين الموسيقى التصويريه. وكان يعني ما خديناش برشا وقت علاش؟ على خاطر التواصل اللي صار في المده الديسكسيون يعني الطويله هذيك الكل، وليت فاهم شنو هو يحب يعمل، وهو فاهم لونيفير نتاعي، فكان يعني فيزيون كبيره في الفيلم. فمدة تلحين الموسيقى ما تعديتش 3-4 أسابيع، اللي هي مدة قصيرة 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 برشا. يعني السينما السودانية يعني سينما ما نشوفوش قليل ما نسمعوا بها. فلما صار التتويج يعني كانت يعني لا سوري سور لا سوري سور لو غاتو، دونك سي اكسيبسيونيل. اي سيت اني لا فينيز كان عندي فيلم ثاني، فيلم تونسي، فيلم رائع اللي هو اسمه بيك نعيش ان فيس، مهدي برساوي المخرج، كمان مخرج زاد يعني فيس ان غران بوتونسيال ان غران تالون اكستريمون تالونتيو في سامي بوجيلا. وسامي بوجيلا خذا كان في اوريزونتي، مسابقه اوريزونتي، سامي بوجيلا خذا جائزه احسن ممثل في مسابقه اوريزونتي. بيك نعيش كمان زاد يعني فيلم عميق جدا، رائع جدا. هو زاد فيلم يعني لما تشوفه ما تقولش انه فيلم اول، وقاعد يدور برشا زاد في مهرجانات عالميه. اشتغلتي في السينما ولكن كذلك في التلفزيون، مسلسلات الجمهور المغربي والعربي كامل كيعرفها، جراند اوتيل، حارة اليهود، ونوس، لا تطفئ الشمس، حلاوة الدنيا، الميزان، طريقي مع شيرين عبد الوهاب، هدى اللي صار، سهام المرقة، برشا يعني تبارك الله. ودائما كتخدم في الظل. شنو الفرق بين الاشتغال موسيقيا للسينما واشتغال التلفزيون؟ اولا التلفزيون يعني 30 حلقة، يعني 30 حلقة مدة الحلقة 40 دقيقة، يعني كمية الموسيقى كبيرة على خاطر يعني الاحتياج البزوان دو لا ميوزيك بوكو. وكذلك فما وقت اكثر، يعني تصوير فيلم نجم يكون 7-9-10 أسابيع ماكسيموم، اما تصوير مسلسل 4-5 شهور، يعني عندك اكثر وقت. اولا التحضير،
كذلك الوقت موسيقى à produire يعني tu as beaucoup plus de oui. de durée de musique à produire. Ma première passion ça reste le cinéma parce que ساعة و 40 دقيقة لازمك تكون تعطي يعني une structure musicale qui accompagne le film au mieux possible. On est tous là pour servir un film, pour servir un metteur en scène, pour servir son regard cinématographique. وكان تنجم يعني الموسيقى تسمعها كموسيقى وحدها يعني يعني مش مرتبطة بالفيلم هذاك بونوس يعني الهدف الأول متاع الموسيقى إنها تخدم الفيلم. الموسيقيان هو الثالث موتور دان فيلم. donc c'est il va emmener une il va travailler sur le non-dit du film, il va travailler sur une c'est quelque part un metteur en scène musical en fait. قصة شخصية خاصة بالمغرب فكان لابد أن المغرب يكون حاضر في الفيلموغرافي ديالك صحيح من أحلى التجارب يعني في 2019 هي فيلم المغربي السيد المجهول لو ميراكل دو سانت انكونو اللي كان في أسبوع النقاد في كان يعني لا سمين دو لا كريتيك كنا تقابلنا في مهرجان مراكش للسينما أنا كنت في ليزاتولي دو لاتلاس نذكر أول حاجة قالها لي على الدين جام المخرج قال لي راه أنا ما نحبش الموسيقى ما نبغيش الموسيقى في الأفلام ديالي Je n'aime pas la musique. Je dis pas de problème, moi j'adore le cinéma, discutant des films qu'on aime, parlant de cinéma. Donc on a eu une très belle discussion de cinéma, on a parlé que de cinéma. Donc c'était à la fin de son tournage. Après il a monté son film et quand le film était fini, monté, je pense que le besoin de musique s'est senti. Donc il m'a envoyé son film, il m'a dit est-ce que tu peux regarder, me dire ce que t'en penses. Donc j'ai regardé et j'étais séduit par le film. Et donc je l'ai rappelé à la seconde même où la fin du film, je rappelle à Aladdine où Kotlo film Ra'a, yani on le fait. Et c'était très 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 court avant Cannes, yani ممكن 3 à 4 اسابيع, yani le temps كان صغير برشا. وكانت تجربة هاي لخاطر علاء الدين عنده رؤية واضحة اللي يحبه, يعني سي اكزاكتومون سكيل فو. Il sait ce qu'il veut pas. Donc ça m'a beaucoup aidé dans cette expérience avec lui. Vous avez vu des films qui ont fait de la musique ? Oui, bien sûr. Enfin, ma barche film ma film de musique, j'ai beaucoup barche, yani fikir film ma film de musique ou quand même yani زاد فما برشا افلام الفيلم موسيقى عجبني يعني je pense que dans le cinéma quand on est compositeur, on met son ego de musicien à côté parce que ce qui importe c'est le film d'abord. Qu'on est là pour le servir. On le regarde en tant qu'objet artistique, c'est un film, c'est pas un film où on peut composer de la musique, on peut avoir de la musique, on peut pas avoir de la musique. Donc comment il est lui? Et après, s'il faut faire de la musique, il faut composer de la musique, et bah, quelle est la meilleure façon de le servir et de donner de l'émotion ou de la profondeur dont il a besoin. Shukran Amin, bonne continuation. Shukran likum, merci beaucoup. Marhaba bikum fi Tunis. Marhaba bikum. Shukran.
الى السهره الفنيه رايقه. امين تقعد بحذايا لانه عندنا ليك مفاجاه. ألمع نجوم هذه السنة المغني الجزائري أمازيغ كاتب مؤسس فرقة قنوة ديفيزيون اللي عندها شهرة كبيرة في العالم العربي وفي أوروبا. تلاقينا به حضرنا العرض ديالو وخدينا معاه قهوة في شارع بورقيبة باش ندردشو معاه. اهلا اهلا سي امازيغ. مرحبا بك في برنامجنا. مرحبا بكم في تونس. شكرا. ما تلاقيناش في المغرب. كنتلاقاو في تونس. تلاقاو في افريقيا فوالا في شارع الحبيب بورقيبه. شارع عنده اهميه كبيره. رمزيه شارع كبيره. شارع رئيسي وشارع الثوره وشارع فوالا. دابور بالاسم بسبب الاسم ديال هذه الشخصيه التاريخيه الحبيب بورقيبه، وكذلك بسبب الاحداث اللي عرفتها هذا الشارع ايام يعني الثورات العربيه وما يسمى بالربيع العربي، واللي انت ما كتعجبكش هذه السميه هذه. لا انا ما يعجبونيش في زوج، لا الربيع ولا العربي ولا. شكرا. صحيح. بارك الله فيك. انا بالنسبه لي الى كاين ثوره اللي نقدروا نقولوا عليها باللي صحيحه في كاع الثورات اللي صراو في ما يسمى بالربيع العربي، هي الثوره التونسيه، هي الاندلاع هنا اللي ناضت بصفه شغل طبيعيه. ما كاين حتى مناورات قبل، ما صراو مناورات من بعد بيان سور هذيك باينه، بصح قبل واش صرا في سيدي بوزيد وكيفاش ناض الشعب وكذا، كان طاقه ثوريه صح. وهاد الطاقه الثوريه ديما نحسيتها هنا في تونس. تونس كارفور نتاع الانفلونس اورينتال، الانفلونس مغربي نتاع لافريك. عندها ثاني ان باسي انتيك كبير، تو فوا سيتي كان لامبير رومان، فينيك، كارتاج كذا. دونك تاريخ، رانا في قلب التاريخ، ورانا في بلاد اللي مدت اسمها للقاره افريقيا، وكان اسم تونس من الاول. كاتب انت حضرتي مهرجان ايام قرطاج الموسيقيه، ومن حسن الحظ ان سبيكتاكل ديالك جا في واحد اليوم، يوم الانتخابات ديال تونس، واللي كنتمنوا يعني المزيد من النجاح لهذا البلد هذا اللي كيستاهلوا. يعني كانت الفرحه فرحتين. وانت من بين المعود اللي كتعطى لك هو يعني ان ارتيست انجاجي، ان ارتيست كونتيستاتير، واش كتعجبك هذه السميه هذه ولا ما كتعجبكش؟ انا ما نحبش لي زيتيكات اون جينيرال، ما نحبش لي زيتيكات باسكو ان ارتيست ما يقدرش يكون غير حاجه واحده. ان ارتيست ديجا عايش حياته الانسانيه وعنده مذاهب سياسيه ربما ولا اتجاهات ايديولوجيه ولا فهم. كان بزاف دوكا في الموسيقى انتاجات اللي هي ما عندها حتى لون ايديولوجي، ولا تحاول انه ما يكون عندها حتى لون ايديولوجي حامق، يعني حامق صديق فرونسي. توت اي كلير، توت اي باستيل كيما يقولوا في فرونسي، دي كولور باستيل مايلين ترونسبارون، رايحين ترونسبارون. علاش؟ باسكو البزنس اون فات. بكري كنا تحت سيطره ولا تحت هيمنه الديكتاتوريات والقوانين اللي كانت شديده على الناس والاعتقالات وكذا، مازالوا هاد الحوايج مازالوا بصفه شغل ناقصه. بصح الشيء اللي عوض هاد النوع من لاسونسور وكذا والقمع هو لو موند ايكونوميك، يعني بالاقتصاد، عن طريق الاقتصاد، سوا بلا سوبفونسيون سوا بال يعني لو شونتاج ايكونوميك. راسماليه راهو بوكو بلوز افيكاس كو لا ريبريسيون زعما تاع لا بوليس، ولا لا ريبريسيون تاع كي تحط الناس في الحباس. كي تحط الناس في الحباس ما تقدرش تنحي لهم الفكره، بصح كي تشري واحد عاد تنحي له ماشي الفكره، تنحي له الروح تاعو، تنحيها له. باسكو الدراهم سي بيتيتر لا بيغ دي تورتور، على بالك تو فوا لارجون سا با لاغ دتر اون تورتور. Mais en fait, c'est la pire des tortures. C'est ça le véritable ennemi. Mais ce véritable ennemi n'est dangereux que parce qu'il a des relais. Il a des relais, il a des relais. Il faut qu'on fasse la contre-culture de masse. Parce que la culture de masse actuelle, c'est une culture business, effacement. Je t'ai fait des choses. Je t'ai fait des choses. Voilà, il faut au contraire. Tu as fait des choses.
والله ما نسمح في الجمهور حتى نعلمو كيف يضر هما فين هما فين ولاد الشعب المكفوفين بالجوع هزك وتفتف بالتمرة طاحوا بكتف كيفاش يفهمك الشر هو وصحابه في البيرو سكريتيرا وسكريتيرو نايب ديالو وزيرو قاعدين على الطمة ونكس ونهار طالع من قهور شراو بغاونا الهناس وزيدو زيد ما كاين بس وزيدو زيد ما كاين بس وشحال من ارض حرقت وبعديا مخربت وشحال من خير زرعت وجا الصيف وجذبتها عجبتني واحد الجمله في واحد الاستجواب قلتيه قراها لك L'artiste, le vrai, est un chroniqueur sans prince. Il produit pour tout le monde, mais ne travaille pour personne. Un artiste, normalement, il est au cœur du monde. Parce qu'un artiste, c'est comme un capteur de sensations, d'émotions. Quand un artiste est déconnecté de son peuple, il ne capte que des émotions bourgeoises. Il capte « rkham » et il Cette réflexion, elle vient directement d'une citation de Hölderlin, qui est un philosophe allemand, qui dit « Le poète est au cœur du monde, mais encore faut-il qu'il soit au cœur de son peuple. » Les poètes, ils ont des gens qui ont des كل شيء جاي من تحت يعني كاين الناس اللي دخلت فيهم النموذجية الهرم تلمون ساكنة فيهم ولاو ينساو التراب اللي راهم يمشيو عليها فهمت التراب هذا هذه الارض هذه اللي راهم يمشيو عليها انا بور مو هذا هو اعلى شيء يعني اعلى مستوى في الامبورطونس في الاهميه اي هنا اي تحت رجليك موسيقيا البارح كيفاش لقيتي الجمهور التونسي والتفاعل ديالو معاك بيان والله غير عجبوني البارح كان واحد الجو سبيسيال باسكو ديجا كانت مزركشه الحاله كانوا مخلطين ماشي غير توانسه الجزائريين المغاربه والافريكان و ثاني شغل حسيت باللي في ديبي تاع العرض كانوا الناس قاعدين و بون لا سال شويه صعيبه ثاني باسكو سي ان تياتر فهمت كاين دي سياج ميم لو سون جاي شغل سينما شويه جاي فوتري هكذا بصح من بعد غير بدينا بريمير شانسون كاع هبطوا أو ستين تري بان أمبيونس أنا عجبتني الأمبيونس تاع البارح وعجبتني تاني الإنرجي بوست انتخابات اللي كانت البارح باسكو تحس بلي كان أن سولاجمون باسكو البارح لا جورني كانت شوية دعوة شوية كهربائية تحس بلي كاين الناس اللي مخلقين كاين الناس اللي خايفين كاين والبارح بيان الجو تفرقع خرجنا هنا باش نروحوا لاصال ما قدرناش نحكموا البيس باسكو كلش مبلع الناس كاع برا وفرحانه ويغنيو شعارات مغربيه وشعارات جزائريه البارح غناو شعارات تاع بيضاوه تاع الرجاء ولا تريك تاع الفوت كاين جمهور اخر تا هو كتعرفو مزيان تا هو كيعرفك مزيان جمهور المغربي شنو هاد العلاقه الحب عن المغرب خصوصا مهرجان الصويره ومن بعد جاو مهرجانات اخرى موازين وهلو مجرا هي حب المغرب هي قبل ما نكون ميوزيسيان وقبل ما نتلاقى مع الجمهور المغربي ديما كنت نحب المغرب ونحب لافريك اون جينيرال تسمى ما عمري ما كان عندي هذيك القضيه تاع السياسه اللي كاينه بين البلدان تاعنا ولا هاد لي طونسيون هادو انا ما جو سي با كونسيرني علاش باسكو انا كي نخرج في كازا ولا في الرباط ولا في الشاون ولا في طنجه ولا وين كاين نتلاقى مع المغاربه انا ما نتلاقاش مع السياسه المغربيه ما تعنينيش وحتى السياسه الجزائريه مانيش داكور معاها في المغرب كاين اون انرجي قويه مع لي زالجيريان كاين دي زوندرو ما تقدرش تعرف اسكو هذاك مغربي ولا هذاك جزائري تالمون دعوه منسجمه ومخلطه وكلام واحد وتقاليد وحده وكذا دونك شفنا في لا كوب دافريك ديرنييرمون بيان سور بيان سور انا شفت لي سوبورتير ماروكان مع الجزائر ومام توارسه مع الجزائر الفكره نتاع الهويه المغاربيه
يعني لو المغرب ولا حتى الهويه الافريقيه دو مانيير جينيرال جو بونس كو راهي تتمشى راهي رايحه لواحد لا ديريكسيون وين انا رايحين نلغيو هاد الحدود يا لو كان بطريقه رمزيه مثلا كما داروا في اوروبا نحاو ما نحوش البلدان نحاو الحدود دونك حنا ثاني نقدروا ما نحوش بيان سور ما نحوش البلدان زاد بقى الجزائر المغرب بقى المغرب تونس بقى تونس مي لازم حنا نطيحوا هاد الرمزيه نتاع الحد اللي ما يخليكش تشوف جارك اي ملي سي با نورمال راك شفت لي مانيفيستاسيون اللي داروا في لا فرونتيير بين الجزائر والمغرب تقول لك انا حابين نشوفوا هادوك نحيونا الكرياج حبينا نشوفوا جيراننا هذا ما كان زعما يعني ماشي جوع ولا ميزيريا ولا هذا برك احتجاج تاع محبه باغي نسولك اسكو امازيغ كاتب ديال اليوم واش هو ديال امازيغ كاتب ديال 20 ans اسكو il s'est assagi apparemment non non je ne suis pas assagi après je suis devenu papa je suis devenu bon, j'ai passé des trucs mais fondamentalement je ne me sens pas avoir changé du jour à la nuit quoi. C'est pas mais bien sûr qu'il y a une évolution heureusement en tout cas en 20 ans tu as le temps d'apprendre de te tromper de te صلح وكذا باش توصل لواحد الفكره اللي الفكره اللي راهي عندي درك ما كانش عندي صافي 20 ans انا كي 20 ans par exemple ما كنتش كاع نعرف الاليات الحقيقيه تاع الديمقراطيه مثلا نعرف كان عندي اتجاه ايديولوجي بصح لي ميكانيزم هذوما تاع التسيير par exemple نظام ديمقراطي ما كنتش نعرف هاد الحوايج الحياه مدرسه والثوره مدرسه والفن مدرسه هادو كاع مدارس ومجانيه يعني مدارس ما عندك ما تخلص والو اقعد واسمع وشوف دونك سي اون شانس وي راس الحياه ريست كوم سا كاتب سي كوم سا كون تيم اي با نو سي اون انفي كو ريستي كوم سا اي ميم كو فو كو سوي انكور بلوس كوم سا شكرا لله يخطيك شكرا لك فرصه سعيده وسلموا لي على الجمهور المغربي حتى الجمهور المغربي كيسلم عليك وكيتسنى فيك ايه رانا جايين للرباط رانا حين نلعبوا لو 14 ديسمبر في مسرح محمد الخامس في الرباط مرحبا بك 14 ديسمبر ان شاء الله رونديفو مع لا فامي ما تنساوش 14 دجنبر في الرباط الله يا ودي شكرا تبارك الله عليك فرصه سعيده صحيت كملوا قوى وي يا وغامرت معاك وتبعتيني درتي انتقام يا درتي النيوم والغلطه مني انا تبعت الخير ومشات الخير وبقات يا غير الكيا غامرت معاك وتبعتيني درتي انتقام يا درتي النيوم والغلطه مني انا تبعت الخير ومشات الخير وبقات يا غير الكيا ديك الليله 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 واش من ليله يا هاد الليله والموئي سايله والقمر مايله وتونس هايله وصلوا تغطيتنا لفعاليات مهرجان ايام قرطاج الموسيقيه حنا في سيدي بوسعيد اللي كتبعد على تونس بحوالي 20 كيلومتر فيها قصر كيتسمى قصر النجمه الزهراء هو مقر مركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه كيحتضن في اطار مهرجان لقاءات وماستر كلاس بمشاركه فنانين ومهنيين حضرنا لواحد من هذه اللقاءات بمشاركه الفنان المغربي وليد بن سليم مؤسس فرقه نردستان تلقينا به وتجولنا في أزقة سيدي بوسعيد
هذا عندنا مثله في المغرب نسميه شفنج. سفنج بتسميه سفنج بامبالوني. ما في تونس عنده اربع اسامي بامبالوني شيشي يشي وواجع. سلام عليكم. سلمونا على المغرب بزاف. منظر زوين. منظر رائع. رائع رائع. كتعجبك وليد؟ كتعجبك احنا في سيدي بوسعيد؟ اييه. كتعجبك هذه المدينه؟ كتعجبك تونس؟ شنو علاقتك مع هذه البلاد؟ العلاقه ديال تونس نقدر نقول زوينه، حيت هي من البلدان غير المغربيه، البلد اللي كانت اللي كان مع نورديستان واحد الكونيكسيون ديريكت معاهم من الاول. كان عجباتهم الموسيقى ديالنا وكنا جينا هنا تنجيو هنا بزاف. لعبوا في تونس، لعبنا في حمامات، لعبنا في سيدي بوسعيد هنا في واحد الكادر زوين، لعبنا في تونس العاصمه، في سوسه، في الكاف، في الفيستيفال ديال السينما سينماتوغرافيك ديال الكاف. عندنا واحد النبض زوين مع البوبليك التونسيان. انت في تونس كتشارك في لي جي ام سي، في لي رونكونتر بروفيسيونيل، شاركتي في ندوة حول الماناجمنت. كلمنا بالضبط على الماناجمنت. انت ما عندكش ماناجر؟ لا ما عنديش ماناجر، حيت من الاول كانوا علاقات مع ناس اللي كانوا باغيين يديروا الماناجمنت للجروب، ولكن لقينا بان في هذه الحقبه اللي حنا عايشين فيها ما محتاجينش بزاف الماناجمنت بوغ لانستون. كما قلت في الندوه، المشكله هي خصك تلقى شي واحد، شي انسان اللي غادي تفاهم معاه انسانيا قبل ما تبدا. ما يمكنش لك تختار اي واحد فوالا، اي واحد مهنيا خصك يكون عندك معاه علاقه انسانيه اللي فوق كل شيء. دونك جوسكا بريزون ما عندناش باقي ما تلاقيناش مع شي واحد اللي نخدموا معاه انسانيا وعاد ندخلوا في المهني. من لي ان اقيم في بلد يذكر فيه بغير ما يجب؟ وبيني وبينها حجب، كل الشهور علي واحدة، لا سفر يلتقى ولا عجب. أقررت بالجهل وادعى فهمي قوم، فأمري وأمرهم عجب. والحق أني وأنهم أدروا، لست نجيبا ولا هم نجب. والحال ضاقت عن ضمها جسدي، فكيف لي أن يضمه الشجب؟ نضحي ونمسيك بني آدم، وما على الخضراء إلا سقيم. فنسأل العالم إنقاذنا من عالم السوء الذي نحن فيه. يا أمة ما لها عقول، وفقت ألبابها دهاها، تسلت النفس عن كل شيء إلا لهاها وما نهاها. نورديستان، كلمنا على آخر ألبوم. الألبوم الأخر خرجنا في فيفريي 2019، وكان الببليك كانت تيتسناه من يمتا، دونك خرجناه. الحمد لله هذا طلعوا عليه كريتيك مزيانين. كان كود كور ديال بزاف ديال لي راديو فرنسا، في ألمانيا، في البرتغال أوسي. في المغرب ما دارش بزاف، ولكن عندنا لا كوميونيتي ديالنا في الانترنت اللي تابعته وتيليشارجاتو. دونك كان داكشي غادي زوين، وغادي نخرجوا البوم اخر ان شاء الله في 2020. وقبل الالبوم 2020 عندك مواعيد مع الجمهور المغربي؟ عندي مواعيد مع الجمهور المغربي في 2020، دونك في جانفي ولا فيفري غادي نكون في نورمالمون في لانستيتيو فرونسي مع لاعب النرد. في هذا البروجي ديالي مع على القصيده ديال محمود درويش، تنديروا ليه هذا لادابتاسيون بقانون وبيانو، وان شاء الله يعجب يا ربي يجمل اللي يحشمنا ان شاء الله. بون كونتينياسيون وليد، كملوا زيارتنا لسيدي بوسعيد. يلا
نفس القصر قصر النجمة الزهراء كيحتضن أمسيات موسيقية خاصة بالمالوف هو تراث موسيقي تونسي. حضرنا لعرض فرع سوسة لمعهد الرشيدية للموسيقى التونسية. هي جمعية أسست في الثلاثينات للحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي. رشيدية فرع سوسة، هذه فرقة رشيدية يعني مجموعة تكونت 2013 ويعني تحصلت على عديد الجوائز وكذا، وهي فرع من الجمعية الرشيدية الأم اللي هي جمعية المعهد الرشيدي اللي تأسست عام 1934 وتأسست على إثر يعني مؤتمر القاهرة اللي صار عام 1932 على وقتها. يعني خموا التوانسة باش يحاولوا يعملوا يعني هكا حاجة كيما باش يحافظوا بها على التراث الأندلسي اللي جاي معناتها من الأندلس وقاعد يندثر جيلا بعد جيل. المالوف هي موسيقى تقليدية تونسية أصيلة ومستقى أساسا من الموسيقى الأندلسية التي سافرت إلى المغرب وسافرت إلى الجزائر وسافرت إلى تونس، وبطبيعة الحال كل بلاد معناها بلدان المغرب العربي عنده قراءته الخاصة للمالوف الأندلسي. حتى في تونس فما معناتها الكثير من القراءات. نفس نوبة المالوف، نوبة المالوف هي استرسال إيقاعي لحني من البطيء إلى المسرع وتدوم تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة تدوم، لكن في الزمن هذا ولينا نوبة المالوف نختصروها، ناخذوا شوية من البطايحي شوية من البراول شوية من الأختام فهمتي، ونعملوا معناتها وقت معناتها اختصار قراءة معناتها مقصرة لنوبة المالوف. يا خموري هز لقطة على الخد، يا خموري هز لقطة على الخد، يا خموري اضحك نشوف أنيارك التبروري هز لقطة على الخد. الجمعية هذه اللي نكونوا فيها الصغار، نحفظوا الصغار والشباب المالوف متاعنا، مالوف التونسي والجزائري والمغربي فهمت، مغاربي الكل، باش ما يندثرش معناها، باش المالوف متاعنا يقعد
فهمت، حتى كي معناها اجيال ورا اجيال فهمت، وكيما المالوف الجزائري والمغربي الكل معناها نصوص عن الحب، على كيما نقولوا اي عدين معناها على النبي، على فهمت، هذو مهم المواضيع اللي موجودين في الاغاني معناها الاغاني الكل. دخلت الجمعية الرشيدية يعني معهد رشيدي بسوسة، دخلت عام 2018. بالنسبة لي أنا يعني كي دخلت الجمعية الرشيدية لي أنا مغروم بالمألوف، مغروم بحاجة بالموسيقى من اللي أنا صغير، يعني الغرامة ذاك قلت لازمته يتطور عن طريق اللي أنا ندخل جمعية تأطرني وتعاوني معناها باللي أنا ننمي الموهبة متاعي. بالنسبة للمألوف يعني هو من الأنماط الموسيقية التقليدية اللي يعجبني بالنسبة لي، كان كجون يعجبني معنى المألوف في طبعه الخاص، في خصوصيته، في ألحانه، في الطابع متاعه، كل شيء معنى. احنا قاعدين ديما نعمل في العروض، ديما نتمرن كل نهار حد نعمل في عروض في على طول العام، وبذلك صغار ديما تحفظ ديما أجوغ، احنا بطبيعتنا زادة احنا الكبار ديما معناه قاعدين نحفظ ونتعلمه، دونك نتصور يتساهم في الحفاظ على الموروث بطبيعة الحال، ونتمنى زادة اخوانا في المغرب والجزائر كيف كيف يحذيو حذونا دونك يقدموا كذلك المالوف التونسي ويعرفوا به على خاطر يشبه بعضه، هو كله مالوف أندلسي، دونك نصور هكاك تكون متكاملة الحكاية، احنا عملنا اللي علينا، إن شاء الله زيد أنتم تعملوا اللي علينا، ها ظهر ما شاء الله هاكم لاهين بينا، يعطيكم الصحة. كنكملوا اكتشافنا للعاصمة التونسية وضواحيها، احنا في كورنيش المرسى، لكن في الموضوع التالي غادي نرجعوا لشارع الحبيب بورقيبة اللي فيه منصة موسيقية، الافتتاح ديال العروض فيها كان مع فرقة مغربية أسماء الحمزاوي وبنات تيمبوكتو، بحيث تمتع الجمهور التونسي بإيقاعات التقناويت المغربي. نقترح عليكم نعيشوا أجواء العرض في هذه الصور والشهادات ونتلاقاو مع الفنانة أسماء الحمزاوي. I'm not afraid.
الجمهور التونسي كان متفاعل اليوم مع بلاتيم بوكتو. موسيقى قناويه هما ما خافياش عليهم الموسيقى ديال قناوه، بالعكس كيتصندوا لتقناويز، لهذا كانوا يعني ناشطين ومرتاحين وخلاص. الناس كيعرفوا اسماء حمزاوي وبلاتيم بوكتو شنو كيخدموا وشنو كيديروا. عندي الجمهور زوين من تونس كيتبعوني، كيعرفوا الموسيقى ديالي كل بلاد كيفاش كنقولوا حنايا والرفود ديالها، يعني بلهجة قناوية كل بلاد والهز ديالها، كيفاش كتغني، كيفاش تروحها كيتخدموا، كيفاش الالات بحال مثلا دابا القناوة ديال تونس كيخدموا بالقراقب محلولين من تحت، حنا كنخدموا بهم مجموعين. القناوة ديال الجزائر مثلا عندهم بحال الشكل ديال القمري ديالنا، حنا ما عندهمش بحال هكا، عندهم بحال الطبل هو كيكون قمري، يعني كل بلاد والهيت ديالها. مي حنا كنرتاحوا، يعني كنتسند الموسيقى ديال تونس ديال القناوه، كنتسند الديوان ديال الجزائر، ولكن المغرب يعني كل واحد كيبغي داكشي ديال البلاد. حبيبي ويا حبيبي، حبيبي ويا نبينا، حبيبي ويا حبيبي وحبيب الناس كلهما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهل محمد، واهدي لسيدنا محمد والحبيبنا مولاي محمد. واللهم صلي حقيقة تفاجعني يا كل دقة، ومحمد نور جسدي صلى وعليك نبدا، قد نحلى لتزدي وعمل شهداء فوق شهداء. ويا الحجاج لا مشيتو زربا ملوع عليا، تواضع في بير زمزم ونصلي في بورقيا. وعملنا باش جو حلوة القناوة كيف توصل لتونس، وإن شاء الله ديما نراوهم هوني بحذينا كعرض مزيان ياسر. وأنا جيت من المغرب لبلد تونس، بلد رائعة ونشطنا كثير وكان جميل جدا ونشطنا فيه وكلش كان رائع. عرض معناتها في رائع، عرض رائع إخوة المغاربة يعني أشقاء. شنو اللي عجبك في العرض؟ ايقاع نتاع خاصه ان ثم في برشا من اللي ما تحضروا ورقصوا على الايقاعات المغربيه، فهمتني، متميزه ان شاء الله تتكرر هذه. ومعناتها كانت بالاخص تزامنا مع الافراح في تونس، فهمت ولا؟ يعني انا اول مره اشوف العرض ده، فيعني نزلت علشان اتفرج اشوف ده، يعني جديد بالنسبه لنا، عمري ما شفته قبل كده في مصر. لا دي جديد عليا خالص، يعني هي تميل للافريكانو شويه كده. يعني انا بقيت سامعاها، بس جيت قلت علشان اقعد اشوف ده ايه، يعني ده بربري تونسي اصلي افريكانو، فلقيته افريكانو. لا جديد لذيذ، اول مره اشوفه يعني صراحه. عرض باهي جدا جدا صراحة. أنا أول واحدة نشوف بون الفرقة هذية امبيكابل، برافو 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 برافو. من وقت شوية حبيتنا معناها تعاود، يعني على نحبوا نزيدوا نتفرجوا فيها بصراحة. فرقة كم صراحة we
مهرجان جي ام سي هو مسابقة رسمية المغرب كان ممثل بالفنانة الشابة سكينة فحصي. سكينة فحصي اللي كتمشي في مسيرتها الفنية بخطى ثابتة. عالمها الموسيقي هو مزيج من مقامات عربية وموسيقى مغربية ونكهات بوب والجاز والبوسا نوفا. سكينة فحصي تلاقات بجمهور تونس في قاعة لا سيتي دو لا كولتور شارع محمد الخامس. اول مره كنجي لتونس صراحه داز ان كونسير زوين 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 بزاف. كنت متفاجئه بزاف انني لقيتهم حافظين لقيت هاد الناس كاملين حافظين جوديا وخربوشه. بصح عجبني الحال. سي فري كي راسلوني ناس من تونس ولا من العراق ولا من فلسطين ولا، ولكن ما تخيلت زعما هاد الشيء كامل زعما كاع لا صاله تكون كتغني معايا. فريمون شي تري زوروز. قال لي يا بنتي شو بتريدي هدي من يافا هدي من حيفا بين الخليل والقدس بين القمر والشمس. وعد يابا وعد يابا سكينة فحصي هي شابة مغربية من جديدة، والحب ديال الموسيقى تبنى معايا من اللي كنت باقا صغيرة حتى سمعني بابا الموسيقى وانا عندي 7 ايام. دونك من تما كنا كنسمع الموسيقى وهي لو كالمون ديالي الوحيد. بديت كندير حفلات في جديدة في دار الشباب مع المعاهد الموسيقية في المدرسة، و باغ لا سويت كنت مع الجروب هيت سبيريت. درت لي فيستيفال فحال الوليلي فحال سان فيستيفال ديال مراكش جوهره. 2018 درت لو كونكور عربس غوت تالنت اللي كنت فيه دومي فيناليست. اون تورني ان 2014 ان اوروب اي سي سا. دونك سي تري سي تري ريش. لو ستيل ديالي هو هادشي اللي قلتي كامل، خليط من بزاف ديال الجهات ديال المغرب وكذلك خليط ما بين بزاف ديال الدول والقارات. حتى في كل مره كتمشي لشي بلاصه ولا كتزورها ولا كتسمع موسيقتها كتلقى راسك بحال طاشيتي بها. دونك سكينه هي واحد ارض سلام ديال كاع لي ستيل اللي كيتعاودوا كيتمزجوا مع بعضياتهم، حتى في الاخر كيتلاقاو عندي فشي بلاصه في دماغي وكنلقاهم واخا زعما من بلايص مختلفين ما كنلقاهم كيتجمعوا في الموسيقى، وخصوصا لا ميوزيك تراديسيونيل ديال اي بلاصه. وكيعجبني هذاك لو شون ديال العيالات اللي فاش كيكونوا غير مجموعين مع بعضياتهم. هادو هما اكثر الحاجات اللي كيهموني. حتى لين يا هذا القلب ناوي تبقى تايه ومعذب وانت عارف جوابه جوك بفصاحة وما كان يكذب وصدقه عنوان كتابه. لو كان نرجع ساوند سيستم مجموعة موسيقية تونسية تأسست من طرف مجموعة من الأصدقاء على رأسهم حليم يوسفي. موسيقيا أسلوبها كيمزج بين الريغي وموسيقى تونسية وكتطرق لمعاناة المجتمع التونسي. يا عنا سنين مخدرين سنين سكاد ورقاد عينين مغمضين
والشعب فردس بالطحين اللي أشوف اللي مات ولي تخبري بطرين كوما كيت يو عنا سنين مخدرين سنين سكت ورقد عينين مغملين اوي والشعب فردس بالطحين إلى الهج اللي مات ولد أخبرني وديني إي ونهار لي سمنا لقينا رصاص حي نبكي على اللي طاح وعلى اللي مات ما فاهم شي حبوا على الفتنة اللي لابسين الزي واللي ورانا بحر أسفر وحا ما شافوا شي ونهار لي سمنا لقينا رصاص حي نبكي على اللي طاح وعلى اللي مات ما فاهم شي حبوا على الفتنة اللي لابسين الزي عليكم السلام مرحبا بكم عنا اخواتنا بالمغرب مرحبا بكم اللي تفرجوا فينا الكل زاد مشروع قلت راه منو بيه الجمهور قبل احنا الموسيسيانات الاولانيين منا بيه الموضوع بعد الجمهور اللي هم من الاول كانوا صحابنا كما نقولوا 100 شخص وبعد كبرت الحكايه دو بوشاوري وكي روحت من بلجيكا في 2012 جي ديكوفير اليوتيوب كان سانسوري يوتيوب عنا مش ما كانش يوتيوب تحل اليوتيوب بعد الثورة أولاد الحلال يرحم والديهم يزومينو مخصو على اليوتيوب إسها كارتوني أبارمون بس كسيت السول برودوي وسيت تونيزيان كي فيان دلا رو كسيت فالا كي سادغيس أو جون تونيزيان دونك كي روحت أنا من بلجيكا في 2012 لقيت الجولترا اللي عندهم باز دو فان كبيره وهما اللي قالوا لنا رجعوا جولترا دونك رجعنا جولترا في 2012 حتى كش 2015 وبعد اون ايو دي زانكونفينيون الباتور ديالنا مشى نعرف نحكي مغربي شويه الباتور ديالنا راح لفرنسا انا رحت سولو انا فورمي لو جروب هنا في 2019 في بلاد الحال البوهاني المحبه وهم الحق السراب زد نقلب كاس للزوالي ايو ما لقيتك لما لقيت معاني هلكك ومريد دواه الشام زد نقلب كاس للإنساني ايو في بلاد هذا حال البهالي المحبة وهم والحق السراب زد نقلب كاس للزوالي جندي مالكم مالي انا جندي حرب هبالي انا جندي مالكم مالي بدينا من الاول مع بعضنا نجربوا في كلكو زي انا كان عندي شويه دي تكست ودي كومبو مازلت مانيش واثق من نفسي يعني مازلت افيك لو انكوراجمون جربنا شويه مرتين ثلاثه ومن بعد قعدنا نلوجوا في اسم كنت قاعد نقصر انا واحد صاحبي خزرت له قلت له انا راني نلوج على اسم للباند للجروب وعنا احنا كي تقول الواحد تقول تراه معناها فازي دي بروبوز ان تروك قلت له نلوج على اسم للجروب قال لي قلت له شوف معايا قال لي قول ترى جرب معنا اسي كلكو نون دي موا قلت له قول ترى قال لي قول ترى قلت له قول ترى قول ترى هذه راحت صحيحه ان توكا وبالحق راه ما نزيدش عليك هذه صحيحه الحكايه الرابعه فهمنا اللي هذاك اسم الباند ديالنا دونك فهمنا اللي قول ترى نظام صوتي ساوند سيستم على خاطر احنا اون دون لو ريغي دون سيت اتموسفير على جامايكان شويه دونك حاطين ساوند سيستم خاطر سي ان بروجي سي با ان جروب دونك لي ميوزيسيان يروحوا ويجوا كيما نحبوا احنا اللي يجي مرحبا بيه الاسبري تاع بروجي مش جروب محصور بويز باند يعني قلوب الناس دي غاركم اللباس غروكم الوعود طعموكم الحباس ايه انا يا ناس قلبي هني لباس
ما تهمني عليكم بعيدة خلوني بعيدة خلوني بقدرة وكاس ايو لا فهموا وين جاي لا فهموا وين جاي قالوا وقتك سنين تايهين افكار ومساجد ايو لا فهموا وين جاي لا فهموا وين ماشي قالوا وقتك سنين تايهين افكار ومساجد Un double album, Inch'Allah, fin 2020, ce sera sur toutes les plateformes digitales ou Kharj ou quelques vinyles, pourquoi pas. On va remasteriser, on va revisiter les morceaux, les anciens morceaux, l'Okhdom, dans un petit album de 12 morceaux. Et le deuxième album, ce sera les 12 morceaux récents, Jdod, Glitket, Boujdod. Inch'Allah, ça va plaire à tout le monde, Inch'Allah, normalement. On fait de notre mieux, en tout cas. Avec la sortie de l'album, Tsaour, Nouslo, le Maghreb, Njiou, Bahdekom, نقصروا ان شاء الله يكون عندنا جمهور من المغرب نورمالمون عندنا جمهور اون ا يو كلكو كومونتير سور دي فيديو من المغرب الشقيق نحييكم الاولاد وصحه عليكم ما عليكم زاد الهيل المغرب خويا الموتينا وسهل وفن لا لا اسمك شلوتينا وعلمو فن نهاية العدد اللي قدمنا لكم من تونس في تغطية خاصة المهرجان أيام خرطاج الموسيقية تقدروا تعودوا تشوفوا هذه الحلقة في الابليكاسيون ماي دوزام في الموقع دوزام.ما وفي صفحتنا في فيسبوك تصبحوا على خير